أعزائي المشاهدين، حياكم الله في حلقة مصورة تبث عبر وكالة رم الإخبارية ومجموعة الشاهد الإعلامية. طبعا اليوم يسعدني يكون معي ضيف استثنائي ما بين رئاسة التشريفات الملكية وما بين المعالي والنيابة، نجد معالي أيمن المجالي. معاليك أهلا بك في رم. مساء الخير، وطبعا أنا سعيد أن أكون عندكم في محطة رم بكافة فروعها. معاليك، عندما نتحدث عن غزة نتحدث عن وجع الأمة، ولكن نتحدث عن موقف أردني قوي يرأسه جلالة الملك، نتحدث عن مساعدات، نتحدث عن إنزالات جوية. ما رأيك بالموقف الأردني تجاه غزة؟ طبعا يعني بدي أحكي بأمانة أنه طبعا أنا من والجميع الأردنيين بيعتزوا من بموقف جلالة الملك تجاه غزة من بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة والحرب البرية والجوية. جلالة الملك وقف مع غزة بالرغم من ظروفنا الصعبة المالية وبالرغم من ارتباطاتنا الكثيرة خاصة مع الولايات المتحدة والدعم الأمريكي للأردن في بالميزانيات السنوية، وهي من الدول تقريبا الآن في المرحلة هاي من الدول الوحيدة اللي تعطينا مساعدات حتى تستطيع الأردن أن تسير، سواء كان هذه المساعدات سواء مالية للخزينة أو من خلال مشاريع أو دعم للقوات المسلحة. موقف الأردن، موقف جلالة الملك يعني واضح، جميعنا بيعتز فيه. ما بدي أتحدث عن بدايات المعركة واتصالات جلالة الملك وزياراته لعدد من الدول سواء لبريطانيا أو لألمانيا أو لإيطاليا أو اتصالاته مع الرئيس بايدن. بدي أتحدث كمان عن الحديث اللي تم، يعني سواء زيارته لإسبانيا أو لسويسرا أو أيضا اتصالاته مع كندا وهولندا. كل هذه الأمور يعني عززت في موقف الأردن، يعني الأردن حقيقة له دور كبير بالضغط على الدول الأوروبية، وخاصة لكلها وقفت مع معظمها أو كلها وقفت مع إسرائيل في المرحلة الماضية. وأيضا كمان استطاع من خلال مخاطباته، من خلال مخاطبات الإعلامية لجلالة الملكة ولسمو طبعا ولي العهد، يعني أثرت كثير في الشارع الغربي، وهذا أدى بالتالي إلى انعكاس على القيادات الغربية، وبالتالي بدأت مرحلة التغيير في النظر إلى هذه الحرب والتخفيف من ويلاتها. معاليك، كنت في وزارتنا لواشنطن، هل الجانب الأمريكي يستمع للرأي الأردني بكل اهتمام وإصغاء؟ شوف، احنا مرينا بمرحلة شبيهة لمرحلة وقفة جلالة الملك في هذه المرحلة، اللي هي وقفة جلالة الملك إبان العراق، موقفه تجاهه لأنه كان يدعو دائما إلى أنه خلينا نحل الموضوع سلميا وبلاش ندخل في الحرب، وبالتالي تنهار الأمة العربية وينهار التضامن العربي طبعا. وصار موقف قوي يعني أيضا، إنه الأمريكان طبعا غضبوا لذلك موقف الأردن، مع إنه موقف الأردن كان باتجاه الحلول السلمية مش باتجاه الحلول اللي هي العنف والحروب. فكادت الأمور يعني إنه تأثر علينا، لكن علاقة جلالة الملك حسين في تلك الفترة مع جورج بوش الأب بهذا هي اللي خففت على الأردن في تلك المرحلة هذا. ونفس الشيء ما يحدث الآن، علاقة جلالة الملك مع بايدن ومع الأوروبيين ومع القيادات كلها هي اللي خففت على الأردن وموقف الأردن، وأخذوا بعين الاعتبار. عشان هيك بقول لك المهم عملية العلاقات. عندما نذكر طيب الذكر الشهيد هزاع المجالي، نستذكر وبألم نحن الأردنيون ما نسميه حادثة الرئاسة. كان عمرك 11 سنة، كنت أنت ومعالي أمجد المجالي في بيروت، كيف تلقيتم الخبر؟ يعني طبعا ما بلغونا وإحنا في لبنان، صار الحادث. تاني يوم الصبح
طلعنا على طائرة من بيروت إلى مطار قلنديا في القدس، وبعدين أجت طائرة عسكرية أخذتنا من القدس لعمان. لما وصلنا عمان بلغونا بهذا الحادث. طبعا كان تأثير الواحد لما بفقد أبوه، يعني طبعا تأثير يعني بتغير حياته، لكن الحمد لله يعني ذهب شهيد ومات وهو في قمة عطائه. والحمد لله يعني دائما بقول إنه الشعب الأردني شعب عظيم يقدر من خدمه، وهذا لا زال هزاع المجالي أو وصف التل توفوا قبل عشرات السنين، لكن تشعر إنه المواطن الأردني يقدر هؤلاء الأشخاص. لو قدر لك اليوم ورأيت دولة الشهيد هزاع المجالي، ماذا ستقول له؟ أنا بعتقد إنه يعني توفى الله في قمة عطائه، في قمة محبة الناس إله، وهذا بقول يعني الأساس في أي شيء. يعني زي ما بقولهم أمرار ما يحدث مع ما حدث مع وفاة الملك حسين، أيضا لما توفى كان في قمة عطائه ومحبة الناس إله، وكان دائما يتحدث عن شغلة مهمة اللي هي للمواطن الأردني. لما كان في زميل إلنا في الديوان الملكي دائما يقول لجلالة الملك إنه أنت لازم كان تخلق بين الشعب الألماني، لأنه الشعب الألماني بقدر قياداته من هتلر ومن هذول. فلما رجع من السفر أثناء العلاج وشاف الجماهير في الشتاء بتستقبله ومتعاطف ومحبتهم إله، طلع علي قال لي أيمن، مين أحسن الشعب الألماني ولا الشعب الأردني؟ بس تحدثت عن وفاة أغلى الرجال الملك الحسين طيب الله ثراه، وعندما توفى الملك حسين كنت أنت رئيس التشريفات الملكية. تحدث لي عن كواليس اللحظات الأخيرة من حياة الملك حسين، وكيف تم الاستعداد لجنازة الملك حسين، وكيف استطعتم في زمن قياسي أن تستقبلوا كل هذه الحشود من رؤساء وصناع القرار في العالم؟ طبعا لما سافر آخر أسبوع أو عشرة أيام قبل وفاته أبقاني هون مع جلالة الملك عبد الله، كان ولي عهد وقال لي عشان تبقى معه، وبقيت طبعا. بعدين بعد مرور فترة اتصلوا فيي من روتشستر وبلغوني بأنه جلالة الملك نتيجة الزراعة للنخاع العظمي أصيب بجلطة، وبالتالي الأمل في نجاته ضعيف. فأوتوماتيكلي طبعا أنا دعيت لاجتماع، استأذنت سمو ولي العهد اللي هو جلالة الملك عبد الله إني أدعي لاجتماع، وحضروا كبار رجال الدولة، كان فايز الطراوني رئيس وزراء، وكان الكعابنة رئيس هيئة أركان، وسميح البطيخي مدير مخابرات، وعدد من الوزراء، وزير الخارجية كان موجود عبد الإله الخطيب، وأيضا كان موجود توفيق كريشان أيضا حضر ذلك كلها، وزير الداخلية كان نايف القاضي في هذيك الأيام. عقدنا اجتماع شرحت لهم عن خطة العمل، لأنه صار عندنا معرفة أنه الأمور باتجاه الأسوأ مش بالاتجاه هذا. فبدأنا بتحضير الترتيبات لهذا الموضوع. ترتيبات طبعا قلنا إذا رجع جلالة الملك على قيد الحياة نتوجه مباشرة إلى مدينة الحسين الطبية حتى يستمر بالعلاج، إذا جاء متوفي بنروح للقصر وبنسجي في القصر، وبعدين تاني يوم بنتحرك باتجاه الموضوع الدفن. فطبعا وحضرنا في كيف الموكب بده يتحرك، لما إذا تاني يوم ومن وين لوين، حتى الجماهير الأردنية تشارك بهذه المناسبة. وبالفعل إنه تحركوا من باب السلام للدوار الثامن، دوار الثامن للدوار الرابع، من دوار الرابع شارع الاستقلال إلى المقابر الملكية، حتى نسمح لكافة الجماهير تشارك في هذا. حضرنا أيضا السيارات اللي ستكون ناقلة للجثمان.
طبعا بالليل كمان بعد ما حضرنا كل الترتيبات. طبعا حتى أكون صادق الكل ساهم، أنا بقول دائما مش بس مزبوط أنا يمكن كنت اللي بحرك الأمور، لكن حقيقة سواء زملائي سواء القوات المسلحة سواء الأمن العام سواء المخابرات العامة كلنا اشتغلنا كتيم نسهل الأمور، وبدأت تورد إلينا من لما الناس بدأت تشعر بأنه وشكلنا غرفة عمليات طبعا، وبدأت القيادات العالمية تسمع بدأوا يرسلونا أنه بدهم يحضروا الجنازة. فطبعا استمر كنا محضرين حالنا وخلينا غرفة العمليات شغالة. طبعا وصل تاني يوم الجمعة كان لسه في حياة، وذهبنا إلى المدينة الطبية، وتم أيضا في المدينة الطبية متابعته. طبعا بعد يومين بلغونا أنه وضعه يعني الأمور بتتجه باتجاه الوفاة، فبدأنا نحضر لذلك أو نحط الأمور في نصابها بذلك. وزي ما قلت لك بدأوا يبلغونا بالدول قديش بدها تجي، تقريبا ما مجموعه بين حوالي 70 إلى 75 بين رؤساء دول ورؤساء حكومات، وأيضا في ممثلين حضر للأردن تقريبا بهذيك الفترة، الفترة الليلة قبل الوفاة حوالي يمكن 103 طيارات تقريبا. فاستعملنا مطار الملكي عليا، وما استعملنا مطار ماركا. مطار الطائرة الوحيدة اللي نزلت في مطار ماركا كانت طائرة حافظ الأسد، لأنه كانت الجنازة في نهايتها حتى المطار ماركا قريب من القصر، وبالتالي فيعني كانت تحضيرات. وطبعا أيضا الدول اللي أجوا أو رؤساء المسؤولين كانوا أيضا خففوا علينا، ما كانت متطلباتهم كثيرة، وحجزنا كل الأوتيلات ونزلناهم فيهم. وتاني يوم طبعا جرت الجنازة ودفن جلالة الملك رحمة الله على طيب الذكر الملك حسين، ورحم الله هزاع، ورحم الله وصفي أيضا. معليك عندما نتحدث عن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور بشر الخصاونة نتحدث عن شيء أثير للجدل في الأشهر الماضية، وهي توزير النواب من وجهة نظر نائب وكان أيضا وزير في إحدى الحكومات. ما رأيك في أداء الحكومة وكيف تقيم أداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة؟ شوف يعني كمان أنا ما بدي أظلم الشخص، جيت وأجد في مرحلة صعبة والأمور المالية صعبة، وبالتالي بتأثر على تحركات أي مسؤول في الدولة، وكل مالها قاعدة الأمور تزداد صعوبة. فأنت لما تكون كمؤسسة غير قادر التحرك على إنشاء مشاريع، على تحريك الدولة، على تحريك عجلة الاقتصاد، مش سهلة إلك. يعني أنا ما بدي أدافع عنه ولا بدي لكن الظروف اللي أجا فيها بشر الخصاونة ظروف صعبة. طبعا طرح في هذه المرحلة اللي طروحات جلالة الملك اللي هي الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي، وأضافوا له بعدين الإصلاح الإداري. طبعا أنا دائما بقول إنه الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى إصلاح إداري، لأنه بدك الأدوات اللي تنفذ في الاقتصاد حتى يعني تتطور الأمور ويسهلوا للناس ويستهلوا للمستثمرين ويشجعوا المستثمرين. إحنا عندنا شوية أيضا في بيروقراطية في الإدارة، فأنا بقول بداية لازم نبدأ بالإصلاح الإداري حتى نصحح المسار ونسهل على الناس وعلى المستثمرين أيضا الطريق بحيث يستثمروا في الأردن، لأنه القطاع العام لا يستطيع استيعاب كل شيء، فأنت يجب أن تركز على القطاع الاقتصادي بحيث وعلى القطاع الخاص بحيث تطور الاقتصاد الخاص حتى يستوعب كميات الخريجين من هذا الوطن. هل معليك مع التجديد الدكتور بشر الخصاونة؟ والله هذا مش قراري أنا، هذا قرار من وجهة نظر نائب. أنا هذا وجهة نظر، بقول هذا قرار لجلالة الملك، بس أنا دائما يعني عندي مقترح دائما بقوله
إنه إذا ما في عندك الأدوات اللي تستطيع فيها أن تغير يعني تحسن الأوضاع، حتى لو غيرت مش رايح يعني ما رايح تشوف في تأثير، إلا يعني إذا كان بده يكون حراك سياسي أو بده يكون. أما عدا عن ذلك أي واحد جبته رئيس وزراء وما عنده في إيده أدوات ومال خاصة يعني ينعش، الأمور ما بتكون سهلة لأي رئيس وزراء. ما رأي معليك في أداء مجلس النواب 19؟ شفنا مجلس النواب 19 في كتير من النواب حقيقة يعني محترمين وبتشعر أنه مميزين، لكن كمان أيضا ظروفهم صعبة، ظروفهم صعبة أيضا، لأنه أنت كنائب مفروض تكون يعني تساعد المواطن، بالرغم من أنه ساووا اللي بيسموها اللامركزية على أساس تستوعب، لكن الناس لا تؤمن بذلك، تؤمن بأنه النائب لازم هو اللي يقدم الخدمات للمواطن. الدولة ما عندها الإمكانية تقدم لك شيء، فبالتالي الأمور صعبة. إضافة إلى ذلك ما في يعني لا في عندك أي شيء النائب يقدر يقدمه للمواطن، وبالتالي ما عليه إلا هي موضوع اللي هي التشريعات، تشريعات القوانين، وأيضا الرقابة على دور الحكومة. فهذه أمور، فبقول دائما أنه هذا المجلس لو كان عنده الأدوات أيضا أو القدرة على التحرك كان بيأدي واجبه أكثر. معليك تحدثت عن الأدوات، تحدثت عن المال لكي تبدع الحكومة، وأيضا نجد مجلس نواب يرضي الشارع الأردني، ولكن في الكثير من المواقف وفي الكثير من المواقف يتم الحديث أن الأردن غني بموارد عديدة، كيف يمكن استغلال هذه الموارد؟ يعني طبعا الناس بتحدثوا، الموارد واضحة، عندك البوتاس، عندك الفوسفات، وعندك الصخر الزيتي. ما هو الصخر الزيتي بس، ما هو أنت بدك تحكي كمان كلفة للصخر الزيتي لما بدك تاخده وتطلعه، أنت بدك تشوف الفرق بين الصخر الزيتي وبين البرميل اللي بيطلعوا من الصخر الزيتي وبين برميل النفط، إذا كانت النسبة مش كبيرة ما بيكون له فايدة، لأنه هذا متذبذب. يعني أمرار أسعار النفط بنزل لخمسين، أمرار بنزل لخمسة وثلاثين، الصخر الزيتي بيكلف بحدود الخمسين، خمسة وخمسين دولار للبرميل، فشغلة صعبة والكلفة عليه. هسا في الصخر الزيتي بتقدر تستعمله لشغلتين، اللي هي إنتاج الوقود وأيضا لإنتاج الكهرباء. جربوا هسا عملوا الصخر الزيتي لإنتاج الكهرباء، فبدنا نشوف النتائج وقديش بدها تخفف من الكلفة على ذلك. أنت بدولة لازم تعرف عنه أن حالك أنك دولة خدمات، الأردن دولة خدمات، وعشان هيك الإنسان زي ما بيقولوا أغلى ما نملك، أنه إذا هيأنا الناس وكانوا جاهزين فهو مهم اللي بيستفيدوا فيه حتى يطوروا دولة الخدمات. للأسف يعني في عند المواطنين عندنا إحباط يعني طبعا، وأيضا كمان ما في تركيز على الخدمات. يعني عندنا دائما بيقول لك جلالة الملك، إذا لاحظت في خطابه خطبة العرش مش الأخيرة اللي قبل الأخيرة، ركز على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لم يركز عليها فقط إنه هي أجهزة لحماية الدولة، ركز أيضا على التنظيم، في تنظيم من القمة إلى القاعدة، يعني في إدارة جيدة، وبالتالي هذا اللي بينجح سواء الجهاز القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية. فمن هذا المنطلق جلالة الملك تحدث، وإحنا للأسف لازم نركز على موضوع الإدارة وتطوير جهازنا الإداري. من وجهة نظر معاليك، من النائب الذي يستحق اليوم في مجلس النواب 19 لقب نائب وطن؟ ما هو المواطنين ما بيسمحوا لك تكون نائب وطن للأسف. يعني ما السبب؟ يعني السبب إنه كل واحد بده قضيته قبل كل شيء. يعني اللي إذا كان من الجنوب بده تخدم له الجنوب تخدم له الكرك، واللي بده يكون من الشمال بده يخدم الشمال. ما بيسمح لك المواطن، يعني حتى لما تكون نائب تشريع
بتكون نائب وطن، أما لما بدك تكون نائب خدمات بدك تصير تدور كيف بدك تحل مشاكل الناس، وهذا للأسف. فإذا لازم تحل موضوع المواطنين حتى تعزز دور الدائم، إذا مشينا زي ما بيقولوا للا مركزية، ولا مركزية أعطيتها الصلاحيات وأعطيتها المال وأعطيتها هاي، وبالتالي خففت على بتخفف على النائب، واللي هذا كان هدف اللامركزية. عندما نتحدث عن معالي أيمن المجالي نتحدث عن قامة سياسية لها وزن وثقل، ولكن على المستوى الشخصي أنا لاحظت وأنا متابع لك وشرفني هذا الشيء، في الآونة الأخيرة لم نعهد أيمن المجالي بنفس الشغف الذي كان عليه سابقا، ما السبب وراء ذلك؟ هل معاليك فقدت الشغف في زي ما بيحكوا المعترك السياسي، أم ما وراء الكواليس شيء آخر؟ لا لا لا، يعني أنا ما، بالعكس أنا عندي زي ما بيقولوا ماشي حسب يعني قناعات، وبالعكس أنا بستمر، بس الظروف صعبة، عارف كيف؟ أنا بشتغل على الأشياء اللي بستطيع فيها أن أخدم المواطن، وأخدم المواطن من وين ما كان، ما عندي تعصب لجهة معينة، لأني بشعر أنه إحنا خلقنا للوطن ولم نخلق لمحافظات، فهذا الأصول. طبعا الظروف، ما أنت شايف كمان الظروف صعبة، ما بتقدر كل ساعة تطلع وتتحدث وكنائب إذا الدولة ما ساعدتك أو ما كان عندها الأدوات اللي تساعدك فيها، ما بتقدر تساوي إشي للمواطن حتى يشعر المواطن بأنك قدمت له إشي. الحمد لله أنا أيضا بشتغل زي ما بيقولوا على على الهدى، بدون إعلام وبدون شيء، حتى أحافظ على حالي. معاليك دولة الراحل الشهيد وصف التل قال وتحدث، ومقولة مشهورة نتداولها نحن الأردنيون، الأردن ولد في وسط النار ولكنه لم يحترق. اليوم بنشوف التهجير، بنشوف إسرائيل أم تدعو أهل غزة إلى رفح كمرحلة أولى، ومن ثم انتقالهم إلى مصر. نرى جلالة سيدنا في كل خطاب يؤكد على موضوع التهجير، وأن الأردن لن يكون وطن بديل تحت أي ظرف كان، وأن إعلان أو محاولة التهجير هي إعلان حرب. هل هناك خطر حقيقي على الأردن في موضوع التهجير؟ طبعا جلالة الملك واضح في كلماته، وجلالة الملك كان يقول دائما وأبدا موضوع حل الدولتين، والمقصود بحل الدولتين هي ردع الإسرائيليين من أنه يعملوا أي عمليات تهجير وتهجير، وليبقي الشعب الفلسطيني في مكانه. صحيح. أنا بقول لو قدر لإسرائيل أن تنتصر في هذه المعركة، طبعا الأمر سيكون خطير، لكن موقف الأردن وموقف جلالة الملك وتجديده على موضوع التهجير وتجديده على الدولة الدولة الفلسطينية، يعني هو الرادع لأي هذا. أيضا كمان إحنا حتى نكون صادقين، واجب علينا كأردنيين إن نقوي جبهتنا الداخلية، بحيث ما يتزعزع ولا تتزعزع هذه الثقة، ونبقى كلنا يد واحدة نحارب، لأنه إذا وقفنا مع بعض وحمينا دولتنا وحمينا قيادتنا، نستطيع أن نقف أمام كل المؤامرة. معليك ولنكن صريحين، نرى اليوم في الصالونات السياسية وزراء سابقين وسياسيين يتحدثون عن تسليح الشعب الأردني وإنشاء جيش مرادف للقوات المسلحة. هل أنت مع تسليح الشعب الأردني؟ أنا في المرحلة الحالية مش مع تسليح. ما السبب وراء ذلك؟ أول إشي طبعا في موضوع التجنيد الإجباري مش شغلة سهلة في ظل الأوضاع المالية الصعبة، لأنه التجنيد إذا بدك تجند الناس بدك إلهم تهيئ الأجواء، بدها تكون كلفة عالية على الدولة الأردنية، ولا تستطيع في المرحلة الحالية أنتوا. لكن إذا دعت الظروف لذلك لا مانع من أنك تسلح الشعب الأردني، لأنه كمان تعطيها السلاح لها الناس كمان
مش احنا مغلبين بدون ما نعطيهم سلاح، كيف لما تعطيهم سلاح بكرة؟ فيعني انا للأسف يعني ضد هذا الموضوع، الا اذا دعت الضرورة لذلك وصار عليك خطر، فبالتالي القوات بالتعاون مع القوات المسلحة ممكن. معليك ماذا تقول لحسين هزاء المجالي بكلمة؟ يعطيك العافية، وإن شاء الله ربنا بيعطيك من العمر حتى تزيد في خدمة هذا الوطن. ماذا تقول لدولة عبد الكريم الكبريتي؟ دولة عبد الكريم الله دائما يكون معه، وإن شاء الله بيأدي واجبه بأمانة. ماذا تقول لدولة أيضا عبد الرؤوف الروابدة؟ عبد الرؤوف مظهره غير ما في قلبه حقيقة، الناس بيشوفوا الخارج فيه لكن داخله إنسان طيب. ماذا تقول لمعالي أمجد المجالي؟ أمجد المجالي بقول له لازم يكون لكل إنسان سقف، ويجب أن يكون الجميع مع هذا النظام. ماذا تقول لدولة بشر الخصاونة؟ يعني بتمنى له التوفيق، وإن شاء الله بنخرج من أزمتنا بأكثر يعني قوة. ماذا تقول لرئيس الديوان الملكي يوسف العيساوي؟ يعني يوسف العيساوي أداؤه الحمد لله يعني كان ممتاز جدا، وفتح الديوان الملكي لكافة أبناء المواطنين، وأحسن من كل التوقع. ماذا تقول لرئيس مجلس النواب الحالي أحمد الصفدي؟ يعطيه العافية. معاليك سعد جدا بتلبية دعوتك، وكان لي شرف أني حاورتك. أترك لك المجال لتتكلم ما بيجول في خاطرك عبر وكالة ترامب، وأنت تتحدث بأمور لم نسلط الضوء عليه. بأي ناحية يعني؟ يعني موضوع ببالك وما حكينا أنه مثلا حاب توصل رسالة للشعب زي ما بقول لك أنا الشعب الأردني بوصل له رسالة أنه لازم كلنا نكون يد واحدة، لازم نحافظ على جبهتنا الداخلية، لازم نتناسى كل المشاكل، ونتناسى كل أحقادنا، ونتناسى كل خلافاتنا، ونقوي جبهتنا الداخلية حتى نقودها باتجاه بر الأمان. أعزائي المشاهدين، هون بكون وصلنا لنهاية حلقتنا مع معالي أيمن المجالي نائب رئيس الوزراء الأسبق. كونوا معنا في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.